هذه نشرة الأخبار من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. طائرات التحالف الدولي تستهدف مواقع جديدة لتنظيم داعش وجبهة النصرة شرقية سوريا. الذي تم تحقيقه إنجاز لأنه سيفتح آفاق كبيرة. اتفاق شامل بين فتح وحماس في القاهرة على إدارة حكومة التوافق لقطاع غزة. روحاني يؤكد أن أي تأخير في التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني سيزيد من التعقيدات. شتاينماير يقول إنه حان الوقت للاتفاق. الرئيس اليمني يقول إن العاصمة صنعاء أسقطت كل المؤامرات ويدعو الجيش إلى الانحياز للوطن. أهلا بكم. واصل التحالف الدولي استهدافه لمصاف النفط الخاضعة لداعش في شرق سوريا، فقد قصفت طائراته مواقع لتنظيم داعش وجبهة النصرة وتنظيمات إسلامية أخرى تضم مقاتلين من جنسيات غير سورية في منطقة حقل التنك النفطي بالريف الشرقي لدير الزور بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض. وقال المرصد إن مناطق نفطية في بادية القرية بريف دير الزور تعرضت للقصف. وكان المرصد قد أعلن مقتل 141 مسلحا منذ بدء ضربات التحالف الدولي ضد المتشددين في سوريا. إلى ذلك أشارت مراسلة الميادين في سوريا إلى أن عدة فصائل مسلحة أخلت مقارها ومستودعات الذخيرة التابعة لها في عدة مناطق بريف إدلب، وذلك بعد استهداف صواريخ التحالف مقر لجبهة النصرة غرب إدلب أدت إلى مقتل 50 مقاتلا. وأفادت مصادر محلية للميادين بأن الجبهة أعطت توجيهات بإخلاء جميع مقارها الرئيسة، وأضافت أن جبهة ثوار سوريا أخلت عدة مقار لها في جبل الزاوية ونقلت معظم مستودعات الذخيرة إلى المغاور المنتشرة في المنطقة. بحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بحث تطورات الأزمة السورية وتطرق إلى التعاون بين الجانبين في مجال محاربة داعش. كان أردوغان قد التقى نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك. الطرفان أكدا خلال لقاء أن بلديهما سيعملان معا باستراتيجية مشتركة حيال العديد من القضايا ولا سيما الأزمة السورية ومواجهة التنظيمات الإرهابية. الرئيس الأمريكي الذي يكثف جهوده لتجميع أكبر عدد من الدول في تحالفه يسعى إلى تقديم انطباع عن حرب دولية عادلة، لكن هذه الاستراتيجية تعيد إلى الأذهان حروب جورج بوش. تقرير قاسم عز الدين. في حربها على الإرهاب كما كانت ذريعة جورج بوش لغزو العراق، لم تقفز الإدارة الأمريكية فوق الأمم المتحدة إلا بعدما فقدت الأمل من مؤازرة حلفائها في الحرب. لكن باراك أوباما تجاوز الأمم المتحدة في إنشاء تحالفه بعيد موافقة مجلس الأمن على مكافحة الإرهاب، لأنه يطمع بصك على بياض عنوانه مكافحة الإرهاب، غير أنه مفتوح على ما يرتئيه ساكن البيت الأبيض الحالي والمقبل في حماية المصالح الأمريكية. استراتيجية أوباما التي أسماها شاملة ومستدامة لا تختلف عن استراتيجية بوش لمكافحة الإرهاب، سوى في عدم زج القوات الأمريكية في حرب برية بحسب تعهد أوباما حتى الآن. أما بشأن الحرب لحماية المصالح الأمريكية فيتشابه بوش وأوباما كنقطتي ماء، بل إن أوباما تخطى سلفه بأن منح نفسه حرية الحركة في أي مكان يختاره من دون هدف واضح ومن دون جدول زمني تقريبي. المفارقة أن الإدارة الأمريكية التي أنشأت الأمم المتحدة وفق ميثاق الحلف الأطلسي مع بريطانيا هي أول من يضرب بها عرض الحائط حين تتعارض المصالح الأمريكية مع الحد الأدنى من الشفافية والمراقبة الدولية.
فالبيت الأبيض الذي يتحدث صباح مساء عن مكافحة الإرهاب رفض دوما عروض الأمم المتحدة للتوافق على معنى الإرهاب، فهو يرى الإرهاب كل مقاومة للعدوان والاحتلال كحزب الله وحركة حماس والجهاد أو حتى حركات مقاومة الظلم والاضطهاد كبعض تيارات أمريكا اللاتينية. ما يثير شبهة جورج بوش في تحالف أوباما هو تصريحه بأن الحل في سوريا هو حل سياسي، لكنه يسعى إلى هذا الحل بعد سنوات بمراهنته على تحجيم داعش ووضع معارضة محلها إذا نجح بصنعها بالمال والسلاح. في هذا المآل كانت غاية واشنطن إعادة العراق إلى القرون الوسطى كما وعد بوش. يبدو أن أوباما غير بعيد عن نشوة انتقام دولة عربية صغيرة تسنى لها المشاركة بقصف الأراضي السورية. ميدانيا في سوريا استعاد الجيش السيطرة على عدرا العمالية بعد عشرة أشهر من دخول المسلحين إليها وارتكابها المجازر بحق مئات المدنيين. التفاصيل مع ديما نصيف. مدفعية الجيش تقصف لتأمين دخول وحدات المشاة إلى عدرا العمالية وتجبر من تبقى من فلول النصرة وجيش الإسلام على الانسحاب. 4 أيام من الاشتباكات العنيفة كانت كافية لحسم معركة عدرا. تشكيلات من الجيش السوري والدفاع الوطني تقدمت عبر محاور 3 وأحكمت الطوق على عدرا. انهارت دفاعات المسلحين تحت الضغط الناري وانسحبوا إلى دوما وعدرا البلد. الكثير من المسلحين في هذا المكان ذهبوا باتجاه آخر إلى اتجاه جوبر، فكانت ذكاء من الجيش العربي السوري أن يستغل هذه الفرصة ويوجه ضربة سريعة وحاسمة وقاسمة إلى منطقة عدرا العمالية. عندما دخل مسلحو جيش الإسلام والنصرة إلى مدينة عدرا العمالية كان يقطن هذه الأبنية حوالي 100,000 مدني شكلوا تجمعا أساسيا لموظفي الحكومة، لذلك اعتبرهم المسلحون بيئة حاضنة للجيش السوري. ارتكبوا المجازر بالعديد منهم وهناك من خطف وآخر قاوم واستشهد، أما الآخرين فغير معروف مصيرهم حتى الآن. كذلك عدرا العمالية شكلت بيئة حاضنة للنزوح من كل المناطق الساخنة المحيطة بها في دوما وحرستا وعربية وزملكة، وهم عائلات المسلحين أنفسهم الذين هاجموا عدرا العمالية وخرج الآلاف منهم ضمن صفقة تسوية بداية هذا العام مع الجيش السوري. المدينة كانت المركز السكاني لواحد من أكبر التجمعات الصناعية حول دمشق. عدرا دفعت ثمنا غاليا لموقعها الاستراتيجي بالقرب من الطريق الدولي والانتماءات سكانها. من أجل هذه الصوامع وهي الأكبر في سوريا وخزانات المحروقات هذه، دخل المسلحون عدرا وخاض الجيش بالمقابل المعركة لأجلها. كان يحاول الإرهابيون وصل ضمير مزارع الضمير والمزارع باتجاه عدرا العمالية موصولة بعدرا البلد إلى دوما، فكان هذا هدف رئيسي لهم من أجل وصل هذا الخط ومن أجل إيصال الإمدادات. السيطرة على مدينة عدرا العمالية حرمت المسلحين من عقدة مواصلات مهمة جدا، كما أنها أمنت كامل الطريق الدولي الذي يستخدمه الجيش السوري من أجل تعزيزات قواته في الشمال، وعززت الطوق حول تجمعات المسلحين في بلدات الغوطة الشرقية ومنعت تقدمهم نحو مطار الضمير العسكري وهو أحد الأهداف لدخولهم إلى مدينة عدرا العمالية، ويعتبر الخط الأول للدفاع عن المسلحين في دوما ومسرابة وزملكة وعربين. من منطقة عدرا العمالية شمال شرق دمشق، ديما نصيف، الميادين. أعلن الأدميرال الأمريكي سامويل لوكلير أن قرابة 1,000 مقاتل في صفوف تنظيم داعش جاءوا من منطقة آسيا المحيط الهادئ. قائد القوات الأمريكية في آسيا رأى أن الضربات الجوية التي يسددها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في كل من العراق وسوريا ضد تنظيم داعش لا تعني أن الاستراتيجية الأمريكية في منطقة آسيا المحيط الهادئ قد تغيرت. وإلى ذلك أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية في ختام زيارة لإقليم كردستان العراق أن بلادها ستواصل دعم تسليح البيشمركة. الوزيرة الألمانية التي التقت رئيس الإقليم مسعود البرازاني
وزارت مواقع عسكرية للبيشمركة قالت إن دعم ألمانيا سيكون على 3 محاور. الأول هو مساعدة النازحين، والثاني دعم البيشمركة بالسلاح والعتاد، والثالث دعم الحكومة الجديدة في بغداد من أجل إنجاح العملية السياسية. توصلت حركة فتح وحماس في القاهرة إلى اتفاق شامل على إدارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة. مصدر في الوفد الفلسطيني قال إن اتفاقا سيعلن في وقت لاحق، وسيركز على تمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مهماتها كاملة في إدارة شؤون القطاع. الاتفاق يتضمن تولي الحكومة إدارة شؤون الأمن والمعابر في القطاع، وتهيئة الأجواء لإنجاح مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة. تم الاتفاق على إزالة كل العقبات أمام حكومة التوافق الوطني. انتصار جديد يخرج به الفلسطينيون، لكنه هذه المرة سياسي. حركة حماس وفتح توصلت أخيرا إلى اتفاق شامل وكامل على جميع القضايا العالقة، ولا سيما في قطاع غزة، وفي مقدمتها التوافق على حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة كل الأمور في القطاع بما في ذلك المعابر والرواتب والأمن وإعادة الإعمار، حل كل الإشكالات، توحيد المؤسسات المدنية والأمنية، وكذلك حل قضايا الموظفين سواء الذين كانوا سابقا قبل الانقسام موجودين أو الذين عينوا بعد الانقسام. اليوم احنا أكملنا هذه المسائل بالتوافقات حول كل المسائل التي كانت عالقة بيننا والانتهاء منها. الاتفاق يتضمن دعم التحرك السياسي في اتجاه السيادة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق باستكمال مؤسسات الدولة للحصول على اعتراف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. الذي تم تحقيقه إنجاز، لأنه سيفتح آفاق كبيرة، سيفتح آفاق الحكومة التي كانت معطلة ودورها يعني غير فاعل، الآن صار في آلية لتفعيلها، سيحل مشكلة كبيرة من عدد كبير آلاف من الموظفين اللي كانوا بيعتبروهم غير شرعيين، الآن أصبحوا الآن بحكم هذا الاتفاق شرعيين. حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت الاتفاق انتصارا حقيقيا يصب في صالح الشعب الفلسطيني وقضيته. نحن نرحب في حركة الجهاد الإسلامي بهذا الاتفاق كمقدمة لتطبيق، نحن نأمل فقط أن يتم تطبيق ما اتفق عليه. اتفاق مهم بلا شك ونتائجه مهمة، لكن نتائجه مرتبطة بمدى التزام الفريقين ومدى آلية تطبيق الاتفاق. الاتفاق من شأنه أن يهيئ الأجواء لإنجاح مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة في 12 أكتوبر المقبل. يأتي هذا الاتفاق بين فتح وحماس كطوق نجاة لإنقاذ الأوضاع في قطاع غزة، بما يصب في صالح القضية الفلسطينية بشكل عام في هذا التوقيت الحرج. محمد العارف، القاهرة، الميادين. عقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وناظره الأمريكي جون كيري ومسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كاترين أشتون اجتماعا في نيويورك، بحثت خلاله آخر المواقف من البرنامج النووي الإيراني. مصادر مطلعة قالت للميادين إنه على ضوء ما يتمخض عنه الاجتماع سيتحدد إذا ما كان سيعقد اجتماع للدول الست الكبرى وإيران لبحث الجهود المبذولة بشأن البرنامج النووي الإيراني. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أهمية العلاقات بين بلاده وألمانيا، معربا عن الأمل في تعزيزها. جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي أكد أن القوى الست العالمية لم تكن قريبة في أي وقت مضى من إبرام اتفاق مع إيران مثلما هي الآن لإنهاء النزاع النووي على نحو حاسم. لم نكن قريبين في أي وقت مضى من إبرام اتفاق مثل ما نحن الآن، لكن الواقع هو أن المرحلة النهائية من المحادثات الراهنة هي الأصعب على الأرجح. حان الوقت لإنهاء هذا الصراع. آمل أن تدرك إيران وتشعر بأن انهيار المحادثات الآن غير مقبول بالنظر إلى الوضع في العالم عموما والوضع في الشرق الأوسط خصوصا. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن بلاده ستواصل المفاوضات مع الدول الغربية للتوصل إلى اتفاق على برنامجها النووي.
أي تأخير في التوصل إلى اتفاق حول نووي إيران سيزيد التعقيدات على اقتصاد الجميع وأمنه. نحن مصممون على مواصلة التفاوض بحسن نية، لكن من دون مطالب مفرطة من جهة الغربيين. وفي ملف الحرب على الإرهاب وداعش، قال الرئيس روحاني إن دولا وأجهزة استخبارات دعمت عنف المتطرفين في منطقة الشرق الأوسط. أجهزة استخبارات معينة وضعت الأسلحة في أيدي المتطرفين الذين لا يميزون ولا يوفرون أحدا في المنطقة. الحل الأمثل لهذا المأزق يأتي من دول المنطقة بدعم دولي لا من الخارج. الاستراتيجية التي يتبعها التحالف الدولي ضد داعش خاطئة، وتقودها دول تسعى لتعزيز وجودها في منطقتنا. قال الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إن العاصمة صنعاء أسقطت كل المؤامرات ولم تسقط، وأضاف إن اتفاق الشراكة والسلم هو برنامج حقيقي لبناء الدولة، وأكد حل قضية الجنوب على نحو عادل. أن وثيقة الحوار ليست اسما للمزايدة، بل برنامجا فعليا لإنقاذ اليمن عبر بناء دولة الحرية والعدالة والديمقراطية والمواطنة المتساوية. كما نؤكد في هذا السياق أن كل ما يحدث لن يحول دون حل القضية الجنوبية العادلة التي نشدد على مركزيتها وفق الأسس والقرارات التي تضمنتها وثيقة الحوار. الرئيس اليمني دعا القوات المسلحة اليمنية إلى الانحياز للوطن لا إلى فئة دون أخرى. يا أبناء جيشنا الوطني البطل، يا أفراد قواتنا المسلحة والأمن، أدعوكم كما دعوتكم قبل باسم الوطن وشعبنا اليمني العظيم وشرفكم العسكري بأن لا تتخلوا عن مهامكم، فعليكم الاعتماد لكي تكونوا على قدر المسؤولية في التماسك والحفاظ على كل موجودات الدولة وحماية مؤسساتها من كل عبث، فلا تخيبوا الظن فيكم. وإلى لبنان، حيث نفذ الجيش حملة دهم واسعة في مخيمات النازحين السوريين، ولا سيما في بلدة عرسال، حيث اعتقل خلالها نحو 450 شخصا في إطار تعزيز جهوده ضد الجماعات المسلحة. الجيش اللبناني نفذ عمليات تفتيش في مخيم تابع للنازحين السوريين في المنطقة، بحثا عن مشتبه فيهم بمهاجمة عناصره. وأشار إلى أنه قتل أحد المسلحين وأصاب اثنين بجروح لدى محاولتهم إحراق مخيم آخر للنازحين بالقرب من المخيم الأول. وعلى وقع الأعمال الإرهابية في المنطقة، احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعا لقادة الطوائف الإسلامية والمسيحية الروحيين. المجتمعون أدانوا جرائم الاعتداء والتهجير بحق المسيحيين والمسلمين وسواهم في العراق وسوريا، وعدوها جرائم ضد الإنسانية. عباس الصباغ. الظلم قاهر لكنه عابر، وليل الإرهاب حالك ولكن لابد له أن ينجلي. نناشدكم التمسك بأوطانكم والتشبث بأرضكم. بهذه العبارات توجه القادة الروحيون للطوائف الإسلامية والمسيحية إلى مسيحيي العراق وسوريا. تهجير المسيحيين من العراق وسوريا شكل الحافز الأساسي للقادة الروحيين في لبنان لعقد قمتهم في بيروت. هؤلاء وصفوا ما يجري في العراق وسوريا بالجرائم ضد الإنسانية. إن جرائم الاعتداء والتهجير الممارسة من الشراذم المسلحة بحق المسيحيين والمسلمين وسواهم في العراق وسوريا، واستباحة ممتلكاتهم ودور عبادتهم والإساءة لإيمانهم، هي كلها جرائم ضد الإنسانية وضد الدين معا. القادة الروحيون للطوائف الإسلامية والمسيحية اللبنانية أكدوا أن الشرق يستمر بلقاء مسلميه ومسيحييه. المسلمون والمسيحيون ينبغي أن نلتقي جميعا على كلمة سواء، هي وحدة الوطن والأمن والاستقرار. هذا اللقاء هو أبلغ رد على أي هجمة خارجية. من القمة رسالة أيضا إلى المسيحيين للبقاء في أرضهم. المخاطر لا شك كبيرة،
وخصوصا بالنسبة للمسيحيين اللي طالما كانوا شكلوا العنصر الأساسي في بناء حضارة هذه المنطقة وصنع تاريخها، وهم يصرون على صناعة حاضرها ومستقبلها كمان، وبدهم يفتشوا عن خيار جديد قدامهم غير خيار التهجير أو الزوال. القمة أكدت أيضا على احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وعودة اللاجئين من أبنائه، ما يشكل أساسا لاستقرار المنطقة والعالم. في موريتانيا تعاني الزراعة المروية شحا شديدا في المياه، ما انعكس سلبا على هذا القطاع الحيوي والذي يوفر القوت لأكثر من 60% من أبناء البلاد. بوسائل بدائية هي كل عتاده، يقضي سيد أحمد يومه بالكامل يصارع أملا يمكنه من البقاء على قيد الحياة وسط هذه المزرعة التي ورث العمل فيها عن أبائه، ولا يملك اليوم عنها بديلا رغم حجم الصعاب التي تعترض طريقه. المياه ما هي موجودة، به للمياه يلا تعود عنده صيفة نظامية وصيفة مشرعة لها ومعطي لها ماء تشرب به الزراعة، وتعود الزراعة عندهم مردودية يردوها عنه ومعترف لهم به، ولا عندهم مضايقة من جهة، وهذا هو اللي يلا يجبروا للزراعة. في هذه الحالة ما هي خالقة، ما هي موجودة. مشكلة المياه تؤرق أغلب المزارعين هنا على ضفاف نهر السنغال، فرغم الإمكانات المائية الهائلة تسد هذه النبتة الضارة المعروفة محليا بالتفا أغلب المنافذ والروافد المائية المؤدية للحقول والمزارع. هي مشكلتها أنها ما تنقطع بفنية معينة تم تتشدد دائما، هي ما هي قادة في النهر، ما هي قادة تستخدم لها المبيدات، وبالتالي مشكلتها أنها مكافحتها من نوع خاص، ما فات مولي نجبر لها مكافحة بيولوجية تعود لها قد تطلق فيها حشرات تأكلها. الجهود الحكومية ما زالت دون المستوى المطلوب للقضاء على هذه الظاهرة التي تعيق الاستفادة الكاملة من أهم مورد مائي في المنطقة، رغم التحسن المطرد بفعل وجود آلية مختصة في اجتثاث هذه النبتة على قلتها. هي أزمة خانقة تهدد قطاع الزراعة في موريتانيا، وتكاد تقضي على آخر أمل في انتعاش المصدر الأساسي لدخل مئات آلاف الأسر الفقيرة، رغم وجود موارد مائية كبيرة ومساحات زراعية هائلة تنتظر الاستغلال. أبي زيدان وكشوط، الميادين. والآن إلى غادي غنطوس وأبرز عناوين الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم معها. صباح الخير غادي. صباح الخير فتون. شكرا. مجددا مشاهدينا صباح الخير. استهداف المصافي النفطية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا من قبل التحالف الدولي، والتوصل بين فتح وحماس لاتفاق حول المصالحة، موضوعان بارزان في عناوين بعض الصحف العربية الصادرة اليوم. والبداية مع أبرز ما جاء في عناوين صحيفة الاتحاد الإماراتية. الإمارات: خطاب إردوغان تهجم مرفوض على الشرعية المصرية، أكدت أنه غير مسؤول واستفزاز للمشاعر العربية. البنتاغون: 80% من الغارات على داعش بمقاتلات إماراتية وسعودية. عبد الله بن زايد شارك في اجتماع أصدقاء سوريا والتقى 6 وزراء خارجية. ومصالحة جديدة بين فتح وحماس واتفاق على إدارة غزة. إلى صحيفة البناء اللبنانية وأبرز ما جاء فيها. الغارات الأمريكية تستهدف الموارد النفطية لداعش، والجيش السوري يحسم عدر العمالية، ومعركة دوما تقترب، وفي لبنان قمة روحية أبدت الأسف وجلسة تشريعية بلا هدف. 300 إرهابي بقيادة الأسود نفذوا مجزرة سبايكر، المساءلة والعدالة تعد لائحة للمتورطين في العراق. إلى صحيفة فلسطين الفلسطينية. حماس وفتح تتوصلان إلى تفاهمات لتنفيذ المصالحة. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى، ودهس طفل في سلوان، وبحرية الاحتلال تستهدف صيادين في عرض بحر غزة. إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية ونقرأ فيها. الحوثيون يطرحون اسم بروفيسور يعيش في الخارج لرئاسة الحكومة اليمنية، والقاعدة تتوعد الحركة المتمردة بحرب. بريطانيا تستبق قرار الحرب بعملية أمنية داخلية واسعة، والتحقيقات مستمرة مع زعيم المهاجرون و8 آخرين، وتفتيش 18 منزلاً.
اتفاق شراكة بين فتح وحماس يعيد أجهزة السلطة إلى غزة، يتضمن تمكين حكومة التوافق من بسط سيطرتها الأمنية والدفع لإنهاء الحصار. في صحيفة الوطن العمانية نقرأ: التحالف يستهدف المصافي الخاضعة لداعش في سوريا ويقصف في العراق. لبنان، الجيش يعتقل 20 في حملة أمنية. وأخيرا إلى أبرز ما جاء من عناوين في صحيفة الشروق التونسية: الغنوشي في حديث شامل وخاص بالصحيفة: نحن مع حكومة وحدة وطنية بمشاركة اتحادي الشغل والأعراف، سنفوز في الانتخابات والشعب لن يغير موقفه منا. والباجي قائد السبسي: لن أتعامل مع النهضة ما لم تحسم موقفها من الأخوان. وبهذا العنوان نصل إلى ختام جولتنا الملتقى في برنامج آخر طبعة، والآن عودة إليك فتون. شكرا لك غدي. الآن إلى فقرة الماضي الحاضر.